موجز إخباري جديد من أونلايف، أسعد الله صباحكم. أفادت وكالة رويترز للأنباء أن وزير الطيران شريف فتحي سيتوجه اليوم إلى العاصمة الروسية للتوقيع على اتفاق استئناف الرحلات الجوية بين القاهرة وموسكو. وخلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد الأخير أن الجانب الروسي جاهز لاستئناف الرحلات بشكل عام مع مصر، مشيرا إلى إمكانية التوقيع على البروتوكول في القريب العاجل. شن طيران الاحتلال عدة غارات استهدفت مواقع تابعة لحركتي حماس والجهاد الإسلامي في قطاع غزة، وذلك ردا على مزاعم بشأن إطلاق صواريخ من غزة على البلدات الإسرائيلية المحاذية للقطاع. وقال مصدر أمني إن طائرات حربية لدولة الاحتلال نفذت أكثر من 10 غارات جوية في ساعات الفجر الأولى استهدفت خلالها مواقع للمقاومة الفلسطينية. قال المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي مستورا إن المعارضة وافقت على إجراء مفاوضات مباشرة مع الحكومة، لكن وفد الحكومة يرفض ويقول إنه غير مستعد. واعتبر دي مستورا في مقابلة تلفزيونية رفض وفد الحكومة بالمؤسف، مشيرا إلى خطر تقسيم سوريا في حال عدم التوصل إلى سلام بشكل عاجل. ختام هذا الموجز، ولكن فقرات صباح أون مستأنفة مع حضراتكم بعد فاصل قصير بإذن الله.